وQ&D ليهم سربرايز عند ESG هرمان. لأول 50 محمد الجزيري مسؤول الاكاديميك كوميتي في نموذج البورصه المصريه. بنموذج البورصه المصريه ده مين اللي بيشتغل على ان احنا ازاي نحاكي الاحداث اللي بتحصل في البورصه، او ان احنا ازاي نعلم الناس ان هم يستثمروا في البورصه، ان احنا نخلي الناس ياخدوا الخطوه ان هم يبداوا يستثمروا بفلوسهم. وطبعا بنحقق ده عن طريق اربع عناصر موجودين في البورصه المصريه، وهم المستثمرين ومديرين المحافظ الماليه والبنوك والسماسره. النهارده ده ثالث يوم من ايام المؤتمر بتاعنا. طبعا المؤتمر بيبقى ليه احداث معينه. النهارده طبعا احنا بنحاكي بقى الـ 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 السوق الهادي او الاستقرار في مصر. يعني امبارح مثلا كان يوم حصل فيه زي تسييل اسهم كتير من البورصه، بس النهارده احنا بنمثل يوم من ايام الاستقرار البورصه، فاحنا بنحاكي جميع انواع الحاجات اللي المستثمر ممكن يقابلها في البورصه المصريه. انا مايرا عصام من نموذج بورصة مصرية. أنا كلية سياسة واقتصاد، ميجر بتاعي ايكونومكس أو اقتصاد، وماينر بتاعي سياسة. أنا شاركت في النموذج من 3 سنين. أول سنة كنت ممبر كلوب، ثاني سنة كنت هيد اسيستنت كلوب، ثالث سنة بقيت هاي بورد. النموذج بيتكلم عن إيه؟ هو محاكاة عن البورصة. بندي سيشنز للطلبة من حوالي من 8 إلى 10 سيشنز أو حصص. يعني في اخر السنه بنعمل زي كونفرنس او مؤتمر. الكونفرنس ده بنحاول ان احنا نطبق اللي احنا خدناه في المحاضرات على ارض واقع، نحاول نقرب الناس شويه، يعني نفهمهم الستوك ماركت. في حد بيبقى قاعد مسؤول عن الماركت، هو اللي يعني بيكنترول الماركت كله. بنحاول يعني نقرب الناس شويه الارض الواقع،